السلام عليكم، زي الحال. أول حاجة مبروك لنا الدورة المدنية بعد أقل من نص ساعة في ثاني من الخرطوم، العاصمة الخرطوم. يعني حيكون في توقيع اتفاقية بيننا وبين اللجنة الأمنية لنظام المخلوع عمر البشير. فالحمد لله احنا خطينا خطوة جادة في تحقيق حقوقنا وحق شهدائنا وكل اللي حصل لهم انتهاكات جراء فعلهم النضالي الإيجابي تجاه وطن بيحلموا به يوماتي. بما أننا في سيرة الشهداء، ده من لايف توثيقي تاني لإبداعات ثورية. أنا في دوران مرة تانية. عظمة. والبوست الشهير بتاعه لقد تعبنا يا صديقي، ولكن لا أحد يستطيع الاستلقاء أثناء المعركة. شهيد محمد زين الحاج. حتى تحقق مطالبنا. طيب، ده كان ميني لايف من مدروان مرة تانية في حي الضباط. التحية للمدرمانين كلهم، التحية للجان المقاومة في مدرمان القديمة، وأكيد لجان المقاومة في كل قرى مدن السودان الثائرة. مبروك مرة تانية لنا إنه حنعمل التوقيع النهائي بيننا وبين اللجنة الأمنية لنظام المخلوع عمر البشير، ودي الخطوة الوحيدة اللي بتكفي لنا إن احنا ناخد حقنا بالقانون طبعا من كل اللي انتهوا وكل اللي اغتصبوا وكل اللي حرقوا وكل اللي قتلوا ورموا في النيل إلى آخره من الانتهاكات من بداية الشارات الثورة في نيالة أو الدمازين حسب الروايتين، يوم 12 أو يوم 13 ديسمبر. هدي آخر موكب اللي هيكون بعد ساعات من الآن أو فعليا بيبدأ بالحركة. أنا بتكلم عن مواكب مدرمان، بمناسبة مواكب مدرمان أنا قبل شوية كنت في جيت داخل بشارع الفيل. حاجة حلوة جدا تشوف الشوارع كلها الفيل بالعالمين، علم نميري وعلم الاستقلال بألوانه الثلاثة المعروفة. أنا بتمنى الله العالم درجة يعني. دي فرصة إنه الواحد يشكر البروفيسور محمد الحسن ولد لبات الوسيط الأفريقي، يشكر الدكتور محمود درير الوسيط الأثيوبي، والبلد نورت بدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي. ودي فرصة يعني إنه يا ريت بعد ما تستلم السلطة الانتقالية حكومة الكفاءات مهامها يعني تفكر جديا هي مع الحكومة جاية بالترتيب الانتخابات دي، انه بيقول تعبير اغنية سودان بلاك ايزن عوالقنا خليها نطلع من الكيان اللي اسمه جامعة الدول العربية. لانه شفنا وقفة الحكومات العربية مع السودان من بداية شرارة الثورة لحد دي آخر مواكب، لحد ما دخلنا بتكلم عن مواكب 6 أبريل تحديدا دخلنا به القيادة العامة وعمل الاعتصام. شفنا مواقفهم عفوا اللي كانت خاتف اللونين، غير طبعا انه دول الثورة المضادة كلها هي دول عربية طبعا، وحشدت إعلامها الغير محايد تجاه القضية السودانية العادلة. بتكلم عن قضية الشعب هو كان داير شنو تحديدا.
فدي فرصة نستفيد من الحاجة دي. بمناسبة دي كنت في شارع الفيل وشفت الشواء العمدان والسوق في شارع الفيل والسوق الصغير البرندادي لو الناس بتعرف العباسية كويس، مضروب بلون العلم، علم نميري وعلم الاستقلال. وبعين في الشارع بيجاي في الإعلام بتفرج مبسوط من الحركة دي. قبل ما أوصل آخر الشارع، يعني قبل ما اتقطع بشارع الزلط اللي بيودي على سنادة، شفت اي دخان كده، فقلت ده بومبان ولا شنو؟ لأنه أول موكب طلعته في مدرمان في بداية يناير كان انتهى في شارع الفيل، وكان يهوي من الضرب والبومبان والرصاص، حتى كان في مصاب اتصاب في نص الموكب، يعني من نص الناس كان في وحش اللي مسك دس طبعا. يعني أنا بحييه من هنا، ما بعرفه لكن بحييه يعني، وأتمنى يكون هو شديد ولضيض زي ما بيقولوا. برضو بين 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 سنادة وعابدين شهر 40 كان في كمية من الكنداكات والثوار شايلين أعلام، شكله هو ده الموكب المفروض يلاقي المواكب الجاي من أبروف وبيت المال، أو هو يتحرك على ميدان الأهلية يلاقي الموكب هناك. ف ده كان ميني لايف في الأساس يعني لتوثيق للإبداعات الثورية. بس جات المداخلات دي، جات الأفكار دي قلتها طوالي، والخواطر لو جاز التعبير. مبروك لنا مرة تانية إنه حنوقع بعد أقل من طيب أقل من 5 دقائق على حسب الساعة في الطبلون دي، أقل من 5 دقائق حنوقع اتفاق نهائي، وأهم حاجة نهائي دي، بينه وبين اللجنة الأمنية لنظام المخلوع عمر بشير. بتمنى على ضوء إنه إحنا نقدر ناخد حقوقنا. أنا متفائل جدا برفع عبد الحمدوك، بالحكومة بتاعته، من الناس اللي شوفناهم مولانا عبد القادر، مولانا محمد الحافظ، مولانا ابتسام، وغيرهم. وبدينا يتعافى شديد من الـ الحاجات الأحداث اللي حصلت من امبارح والليلة. بروف فدوى انسحبت لما التعشي سحبوه من ال سحبوه إلى الحرية والتغيير من المجلس السيادي. عرفت إنه رجع، دي حاجة كويسة. عرفت إنه مفروض بروف فدوى رجع معاه، رجعوها يعني. عجبني موقف مولانا سيف الدولة حمدنا الله، انه لما كان في خيار بينه وبين بروف عفوا لما كان في خيار بين مولانا سيف الدولة ومولانا ابتسام سنهوري، هو اختار انه مولانا ابتسام سنهوري تمسك وزارة العدل، لو انا متابع صح. فكان موقف محترم ومقدر، ودي اهل محرية في مولانا سيف الدولة حمدنا الله، زي ما هي المحرية في بروف فدوى عبد الرحمن علي طه انها تنسحب فور لما إعلان الحرية والتغيير قرر إنه يسحب التعايشي. إن شاء الله يا أبو عمير ألف مبروك، ألف مبروك يا أخي، وإن شاء الله عبد الله حمدوك يكون كرعة وخضر على البلد دي هو حكومته وحكومة التكنوقراط. كنت بقول إنه إن شاء الله الأخبار جات إنه بعد ذاك قوى يعني الحرية والتغيير اتراجعت في قرار بناء على ضغط الشارع الحي، الشارع الشوارع اللي وصفها حميد في ماريل هي الشوارع لا تخون، انه تراجع عن قراره وقرر انه التعايش يرجع في مجلس السيادة. فدي حاجة كويسة. برضو انا بستغل المنبر المتواضع ده انه ابارك لناس كتار، انه صاحبنا فكة احمد الفكي سليمان برضو في المجلس السيادي، دي اخبار حلوة جدا. كويس انه يكون في ناس كفاءات، يكون في ناس وطنيين، يكون في ناس عندهم تاريخ نضالي مشرف يكونوا جوا الحكومة الانتقالية دي. وعندها 3 سنين وكم شهر، لان دي هياخدوا 21 شهر في البداية العساكر دي. المهم يعني المجلس العسكري المفروض بعد كم ساعة نقول
هو المجلس العسكري سابقا، لانه هو المفروض تلقائيا بعد توقيع دي تحله ثاني يوم يعني، طبعا يوم 18 لو انا مستحضر التايم تيبل كويس المصفوفة بتاعت الجدول الزمني دي. ان شاء الله بعد ال بعد ال 3 شهور بتاعت حكومة الكفاءات دي، انه بنتهي يكون في حاجات كتير اتحققت، السلام بقى واقع معاش، نصبت اوعد المشانق للمجارم القتلة ديل اللي عندهم فساد مالي وفساد اداري يكون جوا الترباس في كوبر، رحمة الله تخشى عم ابراهيم ومحجوب شريف قولوا في ارض الذين رحلوا عنا، كنا نتمنى يحضروا هذا اليوم المشهود لهم كل الدعوات الطيبات، لان هذا النتاج ليس الا نتاجهم وقد اتى اكله يوم باذن الله. بتفق معك جدا يا ابو عمير، اللهم امين اللهم امين. المجد والخلود لشهدائنا من اول شهيد وشهيده في بدايه الحراكنا ضد انقلاب المخلوع عمر البشير لحد دي اخر شهيد وشهيده، عاجل الشفاء لمصابينا في الحراكنا الثوري ده، رب يجمعنا بمفقودينا في مجلس القياده العامه وقبلها بعدها، الحريه لكل محتغلين اللي لسه هم موجودين في المحتغلات. نتلاقى في لايف تاني، مبروك علينا الدولة المدنية مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.